طلاب الى سؤال 26 2 يقول وضعه 4 غرام من غاز الاتش اف، كذا الوضعه هاي تركيز ابتدائيه في وعاء مغلق حجمه 2 لتر هذا الفوليوم ودرجه الحراره بطينها 27 سيليزيه. اوكي، درجه الحراره قلنا احنا ما نستفاد منها وترك في الوعاء المغلق، منو هذا اللي ترك غاز الاتش اف؟ ليش؟ حتى يتفكك، حيث تم الاتزان الكيميائي، تم الاتزان الكيميائي حسب هاي المعادله. يقول فاذا كان الكيبي، الكيبي هو ثابت الاتزان بذرات الضغوط الجزيئيه هو 1.21، احسب الضغط الجزيئي الغاز الاتش اف عند الاتزان، عند الاتزان، ومطين الكتله الموليه 20 غرام لكل مول. انا طبعا راح اخذ المعادله وافرض الفرضيه واطلع خليط الاتزان وعندي الكيبي، ومن الكيبي اطلع الضغط الجزيئي الغاز الاتش اف. بس عندي مشكله، هو لما اعطاني الكيبي ما اعطاني ضغوط ابتدائيه، اعطاني تراكيز ابتدائيه، والتراكيز ما تشتغل ولا الكيبي، اذا لازم احول هاي التراكيز الى ضغوط. بالبدايه راح احول 4 غرام الى عدد مولات بان اقسم الكتله على الكتله الموليه. انا اعرف بانه عدد المولات تساوي لنا الكتله على الكتله الموليه. كتله الاتش اف ايش قد؟ 4 غرام، هو قال لي وضعه على الكتله الموليه 20، هاي شو تساوي لنا؟ 1 على 5، ولما نقسم الواحد على 5، طبعا هذه اختصار، هاي بها 1 وهاي ايش قد بها؟ 5، قسم الواحد على 5، هنا 5 وهنا 1، خلص 0 افرز فارزي بها 2، 2 في 5 10 0 0، اذا هاي تساوي لنا 0.2 غرام، عفوا مول. مول، ليش؟ لان الغرام راح ويا من ويا غرام، تقسم المول وحده عدد المولات. اذا حولت الغرامات الى مولات، هسه ايش راح اسوي؟ راح واجد الضغط باستخدام قانون الغاز المثالي بي بي ان ار تي. عندي عدد مولات والار انا حافظ 2.8 بالالف، والتمبرتشر درجه الحراره عندي 27 سيليزيه حولها للكلفن، والحجم الطاني 2 لتر، واجد الضغط الابتدائي الغاز الفلوريد الهيدروجين قبل التفكك، معطاني غرامات راح احولها الى ضغط ابتدائي. اوكي. طبعا درجه الحراره لازم احولها بالكلفن، ليش؟ لانه ثابت الغازات العام هذا مثل ار بوحده كلفن، فلازم احول هاي للكلفن، ليش؟ لانه معطيني اياها بالسيليزيه. فدرجه الحراره 27 سيليزيه، راح اضيف لها 273 راح احولها 300 كلفن. اوكي؟ انا شيء احسب، اي احسب الضغط، فاقول الضغط يساوي لنا هذا المعامل مالت الفي سير جوا، وهناك فوق عندي ان ار تي كله موجود عندي، راح اعوض واجد الضغط الابتدائي الغاز الفلوريد الهيدروجين قبل التفكك حتى اقدر احسب الضغط الجزيئي الغاز الاتش اف بخليط الاتزان. اوكي، اذا الضغط شو يساوي لنا؟ عدد المولات هو 0.2، الار انا حافظه 82 بالالف، درجة الحرارة ايش قد؟ 300 كلفن، على الحجم هو 2 لتر. اوكي، إذا البي يساوي لنا هنا طبعا هذا الضرب مالته، ما أخذ الأصفار ولا الفارز، أضرب بس أرقام، 2 في 3 6، 6 في 2 12 يبقى 1، 6 في 8 48، 1 9 و40، كم صفر عندي؟ عندي صفرين. كم مرتبة؟ 1 2 3 وهنا عندي وحدة 4، ف 1 2 3 4 على 2، يعني لان الصفرين ما لهم معنى بعد. اوكي؟ ويساوي لنا على مود اشيل هاي المرتبة خلي صفرين جوا، يعني هاي تصير 492 على 200. اذا الضغط الاتش اف قبل التفكك راح اطلع، راح اقسم ال 492 هنا 200 وهنا 492، ايش قد بيها؟ 2، 2 في 200 400، ايش قد الباقي؟ 92، اخلي صفر افرز فارز، ايش قد بيها؟ 4، 4 في 0 0، 4 في 2 8، 920 ناقص 800 هو 120، اخلي صفر ايش قد بيها؟ بيها 6، 6 في 0 0 و6 في 2 12 0 0 0، اذا الناتج هو 2.46، شنو هو؟ اي تي ام. اوكي، اذا هاي الخطوه سويتها كلها من ورا الكيبي، لو مطيني كيسي ما عندي مشكله، لان التراكيز تشغل الكيسي، اعطاني تراكيز واعطاني كيبي، اضطريت احول التراكيز الى ضغوط، هسه يلا راح اقدر افرض الفرضيه مالتي اللي هو غاز فلوريد الهيدروجين راح يتفكك الى الاتش 2 زائد الاف 2.
0.46 ATM. احنا راح يكون عنده صفر، صفر قبل التفكك، هاي هاي قبل التفكك. هسه بعد اثناء التفكك هاي راح تنقص بمقدار 2 اكس لان ما عندي مولين، وهاي راح تكون عندي تزداد بمقدار اكس وهنا تزداد بمقدار اكس باعتبار هنا 1 مول وهنا 1 مول. خليط الاتزان الابتدائي ناقص المستهلك، وهنا المتكون وهنا المتكون. اذا هذا هو خليط الاتزان اللي راح اطبق به الكي بي. اذا هنا اقول الكي بي تساوي ان حاصل ضرب الضغوط الجزيئي للمواد الناتجه مرفوع الاسهم مثل عدد مولات المقسوم على حاصل ضرب الضغوط الجزيئي للمواد المتفاعله مرفوع الاسهم مثل عدد مولاتها. يعني شنو؟ يعني الضغط الجزيئي للH2 مضروب في الضغط الجزيئي للF2 على الضغط الجزيئي للHF ومرفوع للأس 2. ليش؟ لأنه عدد مولاته بالمعادلة الموزونة شقد؟ 2. هسه أعوض الكي بي وين أطبقه؟ بخليط الاتزان هنا أطبقه. ليش أطبقه؟ حتى أطلع الإكس، من تطلع الإكس أرجع أعوض هنا أطلع الضغط الجزيئي لغاز الHF بخليط الاتزان. أوكي، شقد الكي بي مطيني إياه؟ مطيني إياه 1.21 يساوي لنا ضغط ال H2 شقد؟ X، وضغط ال F2 X، إذا X في X، X تربيع. وهنا عندي هذا 2 بوينت، يعني ضغط ال HF بخليط الاتزان 2.46 ناقص 2 X، وأربعة ليش؟ لأنه عدد مولاته شنو هو؟ 2. هسا راح آخذ الجذر التربيع للطرفين، هاي 121 مين جايتني؟ جايتني 11 في 11، 11 في 11 121. بما انها عندي فارسين اذا هذا 0.1 في 0.1. اذا لما اخذ الجذر التربيعي مالته هو 1.1 لان هذا عندي منه 2 اخذ بس 1. وهنا شو حيصير عندي؟ اكس وهنا 2.46 الجذر التربيعي للتربيع ناقص 2 اكس. هسه طرفين وسطين راح اسوي طرفين وسطين، هذا مقام 1، 1 في اكس، اكس شو تساوي لنا؟ 1.1 في 2.64 46، يعني 1.1 ما خلي فوارس في 246، يعني هذا فيها 1 في 6 6 4 2 اترك مرتبة 6 4 2 6 10 7 2 كم مرتبة عندي؟ عندي 3، هاي 1 وهاي منها 3، فيصير عندي 2.7 0.6. 1.1 في 2x هو 2.2x، اوكي؟ لانه 2 في 11 هو 22، عندي مرتبه واحده خليتها، اوكي؟ هسه هاي وين احولها؟ هنا واغير اشارتها، يعني الx زائد 2.2x شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 2.706. x و 2.2x يصير 3.2x باعتبار هنا شطر عندي 1 يساوي لنا 2.706. انا رايد الx فاقسم على 3.2، يعني الx يساوي لنا 3.2 معاي وين يصير؟ جواب المقام وهنا 2.706. هنا ايش قد عندي؟ مرتبه هنا ايش قد؟ 3، فاخلي هنا صفرين، العفو هنا راح اخلي بالضبط اخلي هنا صفرين واشيل المراتب، يعني كانما اضرب البسط والمقام في الف، فهنا راح اخلي صفرين، يعني الاكس يساوي لنا 2.706 على 3200. هسه راح اقسم هاي 3200 وهاي 2.706، هاي 2700، هنا 3200 ما بيها فأخلي صفر وأفرز فارزة، صارت 27000 كم 3؟ 9، خلينا نقول بيها 8 لأن 9 يصير هواي، 0 0 8 في 2 16 1 8 في 3 24 1 25 0 6 هاي 10 ناقص 6 4 هاي بقت 6 ناقص 5 1 0 أخلي بعد 0 14000 وهاي 3 إذا أقول 5 يصير 15 فبيها 4 0 0 4 في 2 8 و 4 في 3 12 0 0 هاي 16 ناقص 8 8 هاي تبقى 3 ناقص 2 1 اوكي 1800 تقدر تكتب هذا الرقم تقدر بعد تخلي 0 همين 18000 كم 3 اذا بيها 6 18 فبيها 5 5 في 0 0 5 في 2 10 يبقى 1 5 في 3 15 1 16 فشو بقى عندي
يبقى عندي صفر 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 وثمانية ناقص ستش قد اثنين واحد ناقص واحد صفر كافي هاي خلص تقدر بعد بس هذا كافي. فإذا قيمة الاكس شو تساوي لنا بوينت طبعا هاي أقدر أحولها أو تقدر تبقيها كيفك يعني تمام ماكو مشكلة هو بوينت ثمانية أربعة خمسة شنو هو ATM أنا إيش أريد هو المطلوب مني شنو هو المطلوب مني الضغط الجزيئي للHF بخليط الاتزان هذا هو دي مشكلة بس الاكس هاي الاكس حصلتها إذا راح أقول الضغط الجزيئي للHF بخليط الاتزان يساوي لنا 2.46 ناقص 2 في 8 4 5 ويساوي لنا 2.46 تنزل ناقص 2 في 5 طبعا عندي فارزة مو هاي عندي فارزة لا فناسيها هاي 0.845 اوكي 2 في 5 10 يبقى 1 2 في 4 8 1 9 2 في 8 16 كم مرتبة عندي 1 2 3 1 2 3 خلي ناقص 2 في 5 10 عفوا 2 في 4 8 1 9 و2 في 8 16 كم مرتبة 1 2 3 هاي 3 هسه انقص راح يطلع لي الضغط راح انقص هذا من هذا هذا الكبير ف 2.46 انقص منه 1.690 اساوي المراتب صفر 16 ناقص 9 يصير عفوا 6 ناقص 9 يصير اخذ 1 يصير 16 ناقص 9 7 هاي بقت 3 ما يصير اخذ 1 يصير 13 ناقص 6 7 وهنا بقى 1 ناقص 1 صفر اذن الناتج 0.077 ATM هذا هو الضغط الجزيئي الغاز فلوريد الهيدروجين وين؟ بخليط الاتزان اوكي؟ هذا السؤال بفكره فكره درجه الحراره قبل درجه الحراره احنا كنا نستفاد منها طبعا بعدين المحاضرات تجي درجه الحراره تكون عندي مهمه بس احنا لحد الان درجه الحراره ما قاعد نستخدمها هنا استفادت منها لان طبقتها بقانون البي في ال ار تي ليش على مود احول عدد المولات الى ضغوط جزيئيه حتى اقدر اطبق الكي في بخليط الاتزان واوجد قيمه الاكس ارجع مره ثانيه احولها اعوضها بخليط الاتزان على مود اوجد الضغط الجزيئي الغاز فلوريد الهيدروجين بخليط الاتزان اللي طلع لي 0.77 اتموسفير اي تي ام صدق الطلاب الى سؤال 18 2 يعطيني هذا التفاعل المتزن الغازي اي 2 يتفكك يعطيني 2 اي وجد عنده وضع يعني هاي تراكيز ابتدائيه وضع خلطه مزجه وضع مول واحد من الاي 2 اوكي يعني تركيز ابتدائي في اناء تفاعل حجمه 1 لتر 1 لتر معناته التراكيز المولاريه هي نفس عدد المولات لان الحجم 1 لتر عند الظروف القياسيه يصل التفاعل الى حاله الاتزان من اوصلها كلمه الاتزان اللي قبلها طبعا تراكيز ابتدائي اللي بعدها اما تخص الخط الثاني او تخص الخط الثالث اما تخص الخط الثاني اللي هو خط التفاعل او الخط الثالث اللي هو خط الاتزان وجد انه 1% من الاي 2 يتحلل اذا تخص الخط الثاني المتحلل المستهلك المتفكك تخص الخط الثاني جهه المتفاعلات هسه تبين عندنا بالفرضيه ما قيمه الكي سي للتفاعل اذا رايد مني شنو هو الكي سي وبعدين عندي مطلب ثاني يريد تركيز الاي اللي يكون في حاله اتزان مع بوينت او 1 مولاري من الاي 2 عند ظروف التفاعل نفسها هذا شيء جديد هسه ناتشه اوكي اول شيء تعودنا بما انه الحجم الفوليوم مالتي يساوي لنا 1 لتر هذا يؤدي لنا بانه التركيز المولاري هو نفس عدد المولات اوكي هسه راح انزل المعادله وافرض الفرضيه المعادله مالتي الاي 2 تفاعل انعكاس الاتجاهين يعطيني 2 اي التركيز الابتدائي هذا هو التركيز الابتدائي مول 1 يقول وضعه مول 1 من الاي 2 وبما انه الحجم هو 1 لتر فالتراكيز المولاريه هي نفس عدد المولات فهنا يكون التركيز الابتدائي 1 وبما هنا ما طالع شيء يكون 0 اذا هذا هو التركيز الابتدائي والتفاعل بالاتجاه الامامي يعني هنا النقصان وهنا الزياده هنا راح ينقص بمقدار اكس وهنا راح يزداد بمقدار 2 اكس لان عدد مولاته 2 خط الاتزان هسه نجي على خط الاتزان ايش راح يصير عندي الابتدائي ناقص المستهلك يعطينا المتبقي اذا هذا المتبقي وهذا المتكون 0 و2 اكس 2 اكس
إذن هذا المتكون وهذا المتبقي، هذا المستهلك وهذا مقدار الزيادة، وهذا تركيز ابتدائي. يعني هذا هنا ابتدائي، تركيز ابتدائي، وهنا هذا هو التفاعل، يعني التغير في التراكيز، هنا مرحلة التفاعل، وهنا المرحلة الأخيرة هي مرحلة الاتزان. أوكي، المطلوب مني شنو؟ يقول احسب الكي سي. منين احسب الكي سي؟ احسب الخط الاتزان، بس هنا ما أقدر احسبه لأن عندي اكس مجهول. من يطلع الاكس؟ اطلع من هاي المعلومة اللي مطيني اياها. شو يقول؟ يقول وعند وصول التفاعل إلى حالة الاتزان وجد أنه 1% من اي 2 شنو يتحلل. هاي الاي 2 1% تحلل، يعني هذا هو المتحلل، هذا متحلل. اذا هاي المعلومة شو تخص؟ تخص الخط الثاني، تخص خط التفاعل. لو قال لي متبقي كان تخص الخط الثالث، لو قال لي متكون كان تخص الخط الثالث جهة النواتج، لو قال لي كان مقدار زيادة تخص الخط الثاني جهة النواتج. بس بما انه قال لي يتحلل، اذا تخص الخط الثاني المستهلك. هذا قلنا المستهلك، المتحلل، المتفكك، المتأيد. ايش قد قيمته؟ يقول لي 1% من قيمة الاي 2. اذا اساوي هاي المعلومة بهاي المعلومة، يعني هنا الاكس اللي يمثل لي شنو؟ المتفكك او المتحلل. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 1% 0.01، يعني 1% يعني 1 على 100، 1 على 100 يعني 1% في 1% من الاي 2. زين، الاكس يساوي 0.01، ايش قد قيمة الاي 2؟ 1. قيمة الاي 2 ايش قد؟ 1. فاذا نقول في 1 ويساوي لنا 0.01 مولاري. هذا هو المتفكك او المتحلل من اي 2. يعني قيمة المتحلل هو 1% من الاي 2. تركيز الابتدائي الاي 2 1، ايش قد يتحلل؟ 1%. اذا اخذ الواحد واضربه في 1% يعطيني 1% قيمة المستهلك او المتحلل. اوكي، هسه ايش اسوي؟ اخذ هاي الاكس، عفوا، اخذ هاي الاكس واعوضها بخريطه الاتزان حتى شنو اتخلص من هاي الاكس، حتى يطلع لي ارقام صافيه. فهنا 1 ناقص الاكس ايش قد؟ 0.01. اوكي، خلينا نسويه بالازرق. 1 ناقص 0.01، خلينا انقص هذا الواحد وانقصه 0.01، اخلي هنا فارزه واخلي هنا صفاره. هاي تصير 10 ناقص 1 9، هاي بقت 9 ناقص 0.9، هذا بقى 0 ناقص 0.0، هاي تعرفوها. اذا الناتج 0.99. وهنا 2 في قيمة الاكس ايش قد؟ 0.01، ف 2 في 1 2، 2 في 1 2، كم مرتبة عندي؟ مرتبتين، 1 1 2. هذا هو خليط الاتزان. إذا خليط الاتزان أصبح جاهز عندي وأقدر أحسب الكي سي بكل سهولة. هذا هو خليط الاتزان، راح أحسب منه الكي سي. فأقول الكي سي تساوي لنا النواتج على المتفاعلات. النواتج هو تركيز أي المادة مرفوعة للأس 2، يعني عدد مولات 2، على تركيز الأي 2. أوكي، إذا الكي سي يساوي لنا تركيز الاي 2 ايش قد؟ 0.02 و4، وتركيز الاي 2 ايش قد؟ 0.99. اوكي، اذا الكي سي ايش راح يساوي لنا؟ هذا بما انه تربيع يعني مضروب بنفسه، ف2 في 2، هذا بما انه قلنا تربيع فمضروب بنفسه، 2 في 2 4، كم مرتبه؟ مرتبتين، لان هذا جايني 0.02 في 0.02، فاثنين في اثنين أربعة، منها مرتبتين ومنها مرتبتين أربع مراتب، 1 2 3 4 على 0.99. هسه المفروض أقسم هذا الرقم على هذا الرقم، بس انتبهوا المقام، من يقال لي 0.99 هذا تقريبا 1، هذا تقريبا 1، يعني 9 تنطي شو تصير هاي؟ 10، فالصفر 1، يعني هذا تقريبا 1. وحتى لو أقسمه يطلع تقريبا 1، فأنت خليها ببالك ملاحظة على من تسهل الرياضة عندك، هذا يعني 1. إذا الكي سي مباشرة يساوي لنا 0.004 بدون وحدات، يعني نقدر نقول الكي سي يساوي لنا 4 × 10^4. أسوي صيغة أسير، 1 2 3 4. أوكي، إذا حسبت الكي سي وانتهى المطلب الأول. المطلب الثاني شنو؟ المطلب الثاني شو يقول؟ انتهى هنا، يقول ما تركيز اي
الذي يكون في حالة اتزان مع 0.01 مولار من الـA2. يعني شنو؟ راح أخذ التفاعل نفسه بس هالمرة شنو؟ ومطيني خليط اتزان، يعني ما في داعي أسوي فرضية. يعني شلون؟ هذا هو التفاعل نفسه A2 باتجاهه يعطيني 2A، هناش مطيني، مطيني هو يقول لي ما تركيز A، هذا مجهول، هذا مجهول، خلينا نكتبه يعني ما كتبه X، المهم يعني مجهول، أوكي؟ كتبه X يلا عادي، مجهول. وتركيز A2 طيني إياه 0.01 مولاري. هذا هو خليط اتزان، هو مطيني خليط اتزان، يقول لي طلع لي تركيز A اللي يكون في حالة اتزان مع 0.1 مولاري من الـA2. شو أحتاج؟ أحتاج الكي سي، نفس هذا الكي سي راح آخذه، ليش؟ لأنه الكي سي هو ثابت ما يتغير باختلاف التراكيز. صحيح هنا التراكيز كانت عندي غير شكل، وهاي الكي سي طلعته من هاي التراكيز، بس هو نفسه أقدر أعتبره لهذا التفاعل. ليش؟ لأنه هو التفاعل نفسه. صحيح التراكيز اختلفت مو مشكلة، حتى لو تركيز التلوين هذا ثابت ما يختلف، أوكي؟ طبعاً نوصل على التلوشات اللي راح نأثر، راح نشوف شنو اللي أثر على قيمة الكي سي. طبعاً درجة الحرارة تغير قيمة الكي سي، بس بما أنه قال عنده نفس الظروف، يعني درجة الحرارة نفسها، فهذا الكي سي أقدر أعتبره نفس هذا التفاعل اللي هو نفس التفاعل بس التراكيز اختلفت. وخلي ببالك هاي التراكيز المنطقية مو تراكيز ابتدائي، لا هي تراكيز اتزان بها مجهول تركيز الـA، أوكي؟ يعني أقدر أقول بأنه ثابت الاتزان الكي سي، شي يساوي لنا الكي سي يساوي لنا تركيز المواد الناتجة اللي هو هذا الأكس، خل كتبه A تركيز الـA شنو؟ تربيع، هذا هو مجهول، هذا هو مجهول، أوكي؟ هذا تركيزه معلوم 0.01. الكي سي ايش قد عندي الكي سي؟ الكي سي عندي 0.004، اوكي؟ طرفين وسطين. فتركيز الاي تربيع شو يساوي لنا؟ نضرب ذني 1 في 4، 4 كم مرتبة؟ 6، منا 2 ومنا 4 6، 1 2 3 4 5 6. يعني معناته شنو؟ هذا يؤدي لنا بانه تركيز الاي 2 تركيز الاي العفو تربيع شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 4 في 10 أس سالب 6. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، اوكي. هسه اخذ جذر التربيع للطرفين، التربيع يلغي الجذر، يعني تركيز اي يساوي جذر الأربعة ايش قد؟ 2 في 10 سالب 6 تقسيم 2 3 مولاري. هذا هو تركيز الـA اللي يكون في حالة التزام مع 0.01 من الـA2. وتقدر تكتبه بأنه تركيز الـA يساوي لنا، تقدر تكتبه بصيغة الفوارس، بأن تكتبه 3 فوارس 0.002 مولاري. نفس الشيء، هذا الرقم هو نفس هذا الرقم. الفكرة طلاب بالنسبة للفرع الثاني، الفرع الثاني ما فرضت فرضية، ليش؟ شو يقول؟ يقول وما تركيز A الذي يكون في حالة اتزان مع بوينت او، اذا هاي تركيز اتزان يريد مني هذا التركيز. احتاج الكي سي، اعتبرت هذا الكي سي هو نفسه هنا لان نفس التفاعل. صحيح اختلفت التراكيز، التراكيز ما تأثر على قيمة الكي سي، الكي سي ما يتغير باختلاف التراكيز. قلنا بنوصل قطعة لو شكله جوز يصير عندي يعني الاختلاف باتجاه التفاعل، يعني اختلاف باتجاه التفاعل. اما الكي سي فهو ما يتأثر باختلاف التراكيز، يتأثر درجة الحرارة، وهنا درجة الحرارة هو قايل نفسه، فاعتبرت الكي سي هو نفسه هنا وطلعت قيمة العين.